أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إخوتي الإيمان والإسلام، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات ويتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما ولا تحزن عليهم
ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بعثنا Oh.
ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة فإذا جاء
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ دعاءه بالخير وكان الإنسان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك
وكل إنسان ألزمناه طائرا في عنقه ونخرج له يلقاه منشورا لقرى كتابك اقرأ كتابك وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقرى كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
كلا نمد كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وللآخرة أكبر لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا
وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبد واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وكذا يا أخوة الإيمان والإسلام، استمعنا من آيات الله البينات، تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي كله، الإذاعة الصوتية والأنوار الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمات الفندقية الممتازة إدارة الحاج حسن بيرو المقيم بالفرعونية. شكر الله صاحبكم جميعا.